سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا الصفه المدفونه بالدجاج ان شاء الله. البنات عندي هنايا، نبداو على بركه الله، نشوفوا المقادير. اول حاجه عندي هنايا الدجاج. انا عندي هنا البنات الدجاج البلدي، وكيف الفريغو باقي بالثلجو. هذا يمكنكم ديروا الدجاج العادي الرومي. عندي هنايا جوج بصلات كبار مشلضين بهذه الطريقه، بحال هكا البنات، المهم مشلضين شويه رقاق ما يكونوش غلاض بحال هكا. عندي هنايا صفه على حسب الافراد، وكذلك بالنسبه للدجاج يمكنكم ديروا بزاف، يمكنكم ديروا شويه على حسب الاشخاص اللي عندكم. عندي هنايا زويته بلديه، عندي هنا شويه، عندي هنا شويه ديال الزبيب غنحتاجوه مع الصفه ماشي في النصيب زعما. عندي هنايا الملحه، وهنايا عندي واحد جوج ديال الثومات جوج. عندي هنايا معلقه كبيره، نص معلقه كبيره ديال الخرقوم، نص معلقه كبيره ديال الابزار، عفوا ديال السكنجبير، راس معلقه ديال الابزار، وهنايا القزبر يابس حتى هو نص معلقه كبيره، وهنايا شويه القرفه حتى هي راس معلقه كبير شي شويه، مهم زايد على الابزار شويه ديال القرفه، والا كانتكم الا كانت عندكم عواد يكون افضل. المهم البنات غنبداو على بركه الله، غادي نقربوا عندنا هاد الطنجره، هادي نديرو فيها الحيمه ديالنا. كلكم البنات الا كنتو زربانين ديرو في طنجره الضغط اولا الكوكوت، المهم باش تسربيو دغيا، ولا كان عندكم الوقت زعما بحالي انا عندي الوقت دابا، نديرو غير هنا في هاد سميتو في هاد الطنجره. غادي نزيد عليها البصله، البصله ديالنا كامله. والبنات كيجي جيد بزاف، البنات كنتمنى انكم تجربوه. غادي ندير جوج ديال الثومات، غادي نديرهم هنايا، ها هما جوج، نحيدهم صافي. غندير هنا التوابل اللي قلنا كاملين، نديرهم هنايا، ونزيد الملح البنات على حسب الذوق. صافي، غادي ندير زويته بلديه. انا البنات ديما كنصب بالزيت البلديه، ماكس اللي غادي يقدنا. صافي البنات، دابا غندير واحد شويه ديال الماء، شويه ديال الماء سخون باش ما تحرقليش هاد العطريه اللي درت هنايا، وما تحرقلناش الزويته ديالنا. غادي ندير شويه ديال الماء سخون، واحد ربع كاس سخون، وغادي نحطها فوق البوطه تشحر. انا كتشحر نبقى مره مره كنخلطوا فيه بحال هكا. صافي دابا ان شاء الله غنضيفوا ليه شويه ديال الماء سخون. صافي البنات غنزيد دابا شويه ديال الماء سخون بحال هكا، نزيد شي شويه هنايا على كلمات. صافي دابا غادي نسد على الطنجره ديالنا، نخلي هاد الدجاج يطيب. دابا غندير لها شويه ديال الزيت فقط، انا كندير لها الزيت في الاول، ما كندير لها لا ما لا والو. غندير لها شويه ديال الزويته بلديه بحال هكا، وغادي نخلطها شي شويه بحال هكا. ومن بعد كنديرها في الكسكاس، كتفور واحد شويه وهي هكا ناشفه غير بالزيت، عاد غنبداو نديرو ليها الماء. بالبعدا كيكون عندي كتكون عندي البرمه ديال الكسكاس اولا تحتاني ديال الكسكاس، ديجا درتو يسخن يعني كيكون كيغلي، عاد كناخذ الكسكاس وكندير فيه هاد الشعريه ديالنا. البنات من بعد ما كتشوفوا معايا انا هزيتو من الكسكاس، انا طريقتي هو اني كندير كنهز كنجيب الكسكاس ديالي كنحطو هنايا فوق شي كاسرونه، تكون شي كاسرونه من التحت، وغادي ناخذ داك المانيت اللي في البرمه ديال الكسكاس، وغنبقى نخويه على هاد الشعريه ديالنا بحال هكا، الماء سخون ديالها النيت فاش تفورات.
نبقى نخوي عليها البنات. هذه هي طريقتي انا باش كنصاوب الصفه، كنخوي عليه هذاك الماء مغلي كامل. وحنا دايرين ديجا دايرين الكسرونه هنايا، يعني غادي يهبط لينا الماء اللي دايرين هنايا في الكسكاس غيهبط لينا هنايا. صافي كنهز الكسكاس ديالي وكنقلبو هنايا في القصعه. لاحظوا معايا البنات بحال هكا، وكنرد هاد الماء، هاد الماء اللي درناه في اللي شفتوني قبيله خويته على الكسكاس ديالنا اللي فيه الشعريه، غادي نردو البرمه هكا البنات نحلوها من بعد نردها للكسكاس. الطريقه البنات كما درنا في المره الاولى، كناخذ الماء اللي زعما ديال البرمه وكنبقى نخويه بحال هكا. نحيدها من الكسكاس كيف كتلاحظوا معايا نتوما، يعني كتبقى كتفور من داكشي، كتجي زوينه ما كتجيش معجنه اولا بحال هكا. كنحاول اني نحلها بحال هكا البنات، غير بهذا المغرف ملي كتبات شي شويه الا بانت لي مشبكه هكا شي حبات، المهم شي حاجه مشبكه هكا، كنحاول اني بيديا بجوج اني نحيد داك اني نحلهم. صافي كنضيفوا لا ما لا والو، يعني دابا هكا غير غنحلها شويه وغادي نردها في الكسكاس ديالنا. لتحت تحت الكسكاس، يعني قبل ما ندير الشعريه ديالنا اولا السفه، غادي ندير الزبيب من لتحت ديال الكسكاس، عاد غندير فوق منه الشعريه بحال هكا. كيف كتشوفوا معايا البنات بحال هكا، راني نديرو هو من لتحت صافي. دابا غندير فوق منه الشعريه البنات. من بعد ما وجد لينا الدجاج ديالنا كيف كتلاحظوا معايا، هو واجد هو طايب. رانا ناخذو ونخلي غير المريقه، نحطو هنا في شي طبيسيل بحال هكا. صافي البنات غنخلي هاد المريقه هادي، غادي نردها تعقد ليا واحد شويه. صافي انا ما غنزيدش، بزاف ديال الناس كيزيدوا الزبيب في هاد المرقه، انا ما كنفضلش نزيدو، كيعجبني نزيدو في الشعريه. دابا نخليها بحال هكا حتى تعقد ليا واحد شويه. بالنسبه للديسير ديالنا المقادير ديالو ساهلين البنات وبساط. اول حاجه عندنا هنا اطرو ديال الماء، عندي هنا مايزينا، عندي جوج ديال الشاسي ديال الفاني، وعندي هنا جوج بيضات غناخذ غير صفر ديالهم، وعندي هنايا حليب نيسلي. صافي البنات هادو هما المقادير. حاجه وحده اللي خاصاني هي اللي ضروريه كتعطي واحد المذاق رائع، هو ما زهر، والبنات يكون ما زهر حقيقي ماشي داك اللي كيتباع في القرايه في الحوانت، يعني داك اللي كم عارفين داك راه غير مزور ماشي حقيقي. تاخذوا شي حاجه اللي حقيقيه ديال المزهر زوين مهم، وتزيدوا جوج معالق اولا معلقه كبيره ديال المزهر، انا للاسف ما عنديش. المهم غنكتفي غير بهذا الشيء اللي عندنا وغادي نبداو على بركه الله. البنات درت هنا كيف لاحظتوا معايا، حيت الابيض وخليت الاصفر اللي بغينا، غادي نزيد عليه فاني، نزيد عليه فاني الثانيه. بلاتي الا كان غير الا قلت لكم كما قلت لكم الا كان عندكم مزهر اكتفيو غير بفاني وحده، انا هنا ما عنديش مزهر ودرت جوج، خلطهم شي شويه بحال هكا. دابا غنضيفو لتر ديال الماء اولا اترو ديال الماء على هذا الخليط بحال هكا، نحاول اني نخلط مزيان هادشي. بعد ما خلطتو البنات ما نحتاجو لا سكر لا والو، كيف كتعرفو نيسلي راه حلو بزاف. غادي نزيد هاد البواطه ديال نيسلي على هاد الماء بحال هكا، البنات غنحاول اني ناخد شي معلقه وغادي نجبد داكشي اللي باقي تما. البنات من بعد ما زدت هنا هاد نيسلي غنحاول اني نخلط مزيان هاد شي كامل. كيولي كيتبدل اللون ديالو كيف لاحظتوا معايا البنات، ما كيبقاش صفر بداك البيض، كيولي واخد اللون ديال المهم كيولي بيض بحال هكا. صافي من بعد ما خلطتو مزيان البنات كتشوفوا معايا انا خلطتو مزيان، دابا غادي ناخذ
4 ديال المعالق ديال النشا، الملعقه الاولى بحال هكا، غنزيد ملعقه اخرى، ملعقه اخرى، ثلاثه، هاد النشا مزيان. غادي نخلط وغادي نديرو فوق النار مهيله ونخليه حتى يتماسك هذا الخليط مزيان. البنات من بعد ما كتوجد الكريمه ديالنا كتجي على هذا الشكل كتلاحظوا معايا. المهم كنديروها فوق النار يعني منقوصه بزاف حتى كتلق كتبقى دير دوك الفقاعات. صافي بالله راه طابت، اصلا كيبان غير من الشكل ديالها كتولي كتعقد على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا. المهم دابا البنات انا غنكبها في واحد زلايف اللي هما بحال هكا، نتوما يمكن لكم ديروها في دوك الكؤوس اللي يعجبكم، كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا غنختاري نديرهم في هادو. صافي البنات غنصبوهم هنايا. طبعا البنات غنحاول اني نحط بحال هكا ونخوي شويه. صافي البنات انا زينتهم بشويه ديال الشوفان كي كتلاحظوا معايا. نتوما يمكن لكم تزينوهم باش ما بغيتي اللوز ايفيلي شوكولا فش ما بغيتو في التزيين يمكن لكم تزينو به. صافي دابا البنات غندخلهم شويه للمجمد اولا الثلاجه واحد شويه، ومن بعد صافي يكونوا واجدين. البنات من بعد ما وجدت السفه ديالنا راه كتجي على هذا الشكل، المهم هي طايبه. بغيت نقول لكم البنات الا هي ثلاثه ديال التفويرات، ولكن الا حسبنا ديك الاولى اللي درناها فاش درنا الهزيت ودرناها هي الاولى، غيجيو 4 ديال التفويرات، ولكن اغلبيه راه 3، يعني في التفويرات غيكونوا 3 ديال التفويرات، وديك الاولى اللي كنديروا فاش كنديروها في الكسكاس غير مع الزويته. صافي البنات دابا كذلك غنزيد الزيت، يمكن لكم ديروا زبيده ولا شنو ما بغيتوا. انا غنزيد شويه ديال الزيت، غندير الملح البنات على حساب الذوق وطبيعه الحال. صافي غنحاول اني نخلط هاد السفعه ديالنا بحال هكا باش كتدخل فيها هاد الزيت اللي درنا مزيان على هكا. وطبيعة الحال نبقاو ندوقو نشوفو واش هي هذيك ولا لا، يعني حتى تجينا في الملحة هي هذيك. ما نساوش المرقة راه هي فيها الملحة، يعني ما نكتروش. صافي البنات من بعد ما كيما كتلاحظوا مع البنات انا درت هنايا اللحيمه، ستفتها بحال هكا، حيدت من هذاك حيدت منها العظيمات ديالها. دابا درت شي شويه ديال المريقه هنايا فوق منها، فوق من اللحيمه نزيد واحد شويه عاوتاني بحال هكا. دابا البنات غنزيد شويه ديال الشعريه من الفوق بحال هكا باش ندير الطبقه الثانيه. بحال هكا ونهبطها شويه هنايا باش ما تبقاش. غناخذ اللحيمه ديالي اللي بقات ليا عاوتاني، نحاول اني نقادها هنايا على هذا الشكل. صافي البنات دابا غنزيد المريقه. صافي البنات زدت دابا المريقه اللي بقات، دابا غادي نغطي السفه ديالنا اخر، يعني ما غنزيدوش شي طبقه اخرى. صافي غنحاول اني نغطيها بحال هكا. نحاول اني نهبط شويه من الجوانب بحال هكا،
بلاتي كتلاحظوا معنا الصفه ديالنا هي هذه. هنا درت هنا شويه ديال اللوز، قشرته حيت لي القشور وقليته وطحنته مع شويه ديال سنيده، المهم كيجي على هذا الشكل. وزوقتها بهذا في الجناب هذا قرفه وسكر كلاصي. البنات كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها، كتجي لذيذه بزاف وبمكونات بسيطه كما شفتوا معنا. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. شهية طيبه والسلام عليكم.